السلام عليكم. أصيبت بشظايا قذيفة ونجت منها، ثم نجت من رصاصة قناص استهدفها إلى داخل منزلها الذي كان محاصرًا على خط التماس بين المقاومة وميليشيا الحوثيين. تمكنت من الفرار بما عليها من ملابس إلى منطقة الحوبان، وبينما هي هناك عجزت عن وداع أبيها وعن وداع أمها، وعجزت كذلك عن وداع من توفي من جيرانها. وحين عادت إلى بيتها، لم تجد بيتا بل وجدت اكواما من بقايا القذائف. قصه المواطنه فطوم الصوفي تحكيها لنا في الفيلم التالي، نتابع ثم نعود. حتى خالنا سلوا حاجتنا مو البلاح الله يبلغها في اليمن، اليمن, ما تستهل. اليمن ما تستهل أيوة الله اليمن ما تستاهل اليمن ولا أهله ما تستاهلش هي انا. والله والله اليمن انا ما تستاهل هي انا لا هي ولا اهلي. غير الله ينقع لهم انا نقع لنا. يتلقوا قرروا يقزعوا على طياره ولا يقزعوا. ويرجعوا للدمغه. يتراق 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 لا تعازل لا شفتي الا ذاك قولت اسمه قولت هذاك القصر هذاك اسمه الان يضربوا 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 لهناك يقزعوا ما بعد زيدنا الا هم طلع لها أنا مو طشه طلع طلعت صبت كرامه لا اله الا الله عسكر. لهنا ما بعد فوق الناس اقشط 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 ما بعد اللي قلبي في قذيفه كان في مريض هناك عند الصنصير وقع في قذيفه وكل يوقع لكم شظايا ما بعد قلنا نزلنا شسعفونا لقيناه وقع هي عند عقبه مقطوعة كسر الزني لعيب ولقيناه مقطوع حفتهم مشجعين انا عند بن عند عقبه أعلي من عقبه ما بعدها قال كلهم لا حتى اسعفوني ولا شيء ليوم الثاني زعلنا من, من الجمهوريه اجينا لك بو مقاسم نزلوهم من هنا بعدها قال التكتور انا ضعيف هنا كل حاجه شي ما لي خرجوا عمليه في عمالي انا يخرجوا الشباب قال كلهم ماني بخير على خير ساحروا ذا اللي ما عرفش العاده ولا فضل انا قال لي بخير على خير ممكن احنا نعيش احنا اللي بتدرب معك انا عشان جري قرينا نطلع حتى لقطه ندي اديوي انا اديوي مع قريناس نزلنا نبدا بدروم بدروم ما قريناش نطلع ندي لا خلاص ولا ولا دبه ولا شيء بس كان معنا طحين معنا غزه خيل معنا لما اشتد مره كان فوقنا ضرب وضرب فوقنا ضرب من ستين من كل بقعه رجعنا اللي نفسنا الله ما حبينا اللي حبكة الضواله وسرحوا بان قسينا باللي سنتين سنتين زياده قسينا وهذا عبد الله خشر لماوية وعياله وزوجته وكل حاجه وهنا دخل قناصين الناصين كانوا يضربوهم ما بعدهم الدبيت ودبيت مو قالوا كان مثلا منطقة كان عندهم التراب الثاني بعدين لما دخلوا الناس صنانا بدي يضربوا بعدين بدنا كبار الثلاجات هناك وغسالات هناك ارهاكو هنك واحدة ما عارف وحل لقد الدنيا خراب وخراب هيبه البيت لا ما نجيبة تستبق أستل قليلا كم لونه أو يحرقوا كنابيل ضاعوا كنابيل كله كان يقمع سوبهم بريد فأبهم كنادي الضعو عكابر زاد قرط الفروشة قرط واحدة الدهم من صعدة عكابر مدوا سلة سلة عكابر من صعدة قير التلاك نازل العالي والباطي حتى اللا دي كان بدرم حق واحد حق ابني في فوقهم لك كم بني آدم هم بني آدم هم مسلمين كل إحنا متقين الله كل إلا خلص نزيل لنا القرعاش نزيل القرعاش ننزل القرعاش الله زيله قرعه ونزل علي عبد الله صالح اللي ما قالش الله سلم الدنيا يكفي شي يصير يسرق ولا شي يصير يقاس ولا شي يعيش سوا ضرب بابانا كلهم ضرب بابانا كلهم ما تقول ضرب بابانا كلهم مو قانص كم قانص ليل ونهار تيق 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 ما تزعل قرواح 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 قلت لك اطلعت جل الطاس والله انا دخلت لي الحمام مرية والله انا الحمام دخلها عدني والله ما شليتو كرقلي مقصر سنة بقونا بابا سعدنا قال لي على الله حالتنا عيشت ضنقة مو ذا العيشة عيشة سلك بالله قال إحنا الأخوات الدنيا اللي حق الله وكل إحنا شنا موت مو نعيش سوا مو نشبقين من الدنيا احزنني كان بابا من حق المقاومة كان من هنا وقلت حلقا على ذي البقعة حلقا القنص من كل بقعة من من الميدان من عند هذا المستشفى من عند الهلال من كل بقعة وحوالي الطريق تحت بيتين وعدها يوم بالليل قسما بالله إن كانوا شنو مقتول رجع مقتول قسما بالله نحن قعنا ولا غمضنا رجعنا لما حلق على بيتنا مره خرجنا عند قارنا قارنا بالليل حبينا والمقاتل والدمونا والناسونا مقلبين من مقاومة والله ان احنا ذيك اليوم قعنا قسينا ثلاث ايام مو فقدنا فقدنا شعب فقدنا شعب فقدنا قيل فقدنا شباب من عندنا الله مع روحه لا رجال ولا ايدا ولا وضاعوا ضاعوا لله كم ضاعوا مو فقدنا من الحال فقدنا كل حاجه قاوم مسكر راسك مسكر راسك ما عرفش امن به ثاني كي ما أخلموش مرحب ما نعقلموش مغسل ما نعقلموش ثلاجه ما أخلموش. كيف فقدنا فقدنا كل شيء هذا ما عادش عيشه هذا عيشه ضنك هذه الحمد لله نحمد الله على كل حال مع نعمل معنا الله سبحانه وتعالى احنا مؤمنين بالله الله يهديهم ليش لهم نصلي حكينا عود ونسكت نستد جانب حشرنا حشرنا احنا معزلين بعرض الله اقول لك قسنا لب هذيك سنتين زياده كإحنا وانا عشان للرصاص الرصاص من يقولوا فلان مات فلان مات بس فلان حرقه ذي حرقه ذي حرقه هذا الاذاعه كانت تحرق مو كانت تحرق إحنا وانا هذا الاذاعه مو تحرق وإحنا وانا وهذا ريح اللي ربي الدق مطر الدين طار ديك اليوم بالليل عاصف و... وطفئه اثرنا كل احنا متاثرين كلنا فقايا والله <applause> الله كما افتقعنا بغال كمان كانوا يفتقعون كيف كانوا يخطبون الدين قرحه على المراره قسما بالله ان قرحه حق المراره ان على قنينه وكان صفرا صفراء كانوا الهاونات مثل المطر لهنا اه قلت محمد دبان هذا شلود هذا شلود كان واحد وحش واحد مهندس محمد دبان شلود هذا كان هو ساق بيتي اما أنني اني على شقره سلو لهم مت... ايش قصه الالغام هذه؟ قصه الالغام هذه الله يعلم ويعملوا لنا دباب غاز إن... انا اقول لك ان من ايران ان من متعامل على البلاد ان اتعاونوا عليهم كل هبه وداب انا داري لك من يعلم اني لا اعرف له سياسه ولا عرفت حكومه ولا عرف شيء انا جالس بيتي مره امي يرحم الله ابي مات ولي بحوضه كان كوش خلق كان كوك القصر في مقرات القصر ما خلونا ندخل حوته بدنا 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 قالوا يموت يموت من يا والد سن ندخل نفسر هذا قالوا ابدا ولا لكم دخله بقى الناصنة ولا عند اسمه مستشفى الثورة شقنصوكم صوتهم هذا بقرة القصر احنا بقرة القصر موجهين لهنا اتصلنا انه مات بكره انا عندي لما كان عندي قضيه تاع عند بيت اخي مشلول, مشلول. ما كان مسلول ما كم ناسي انا ما ان شاء الله بصرنا لها قبرهم احنا الله بصرناها ما تم ما بصركيش ما تم ما كوش ما, ما تو جيراني ما, 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 ما كلهم ما عصرناهم ما بصرنا صحه ليش؟ ما ما كانش خلانا حوايج اخرى ام قالت القص قال سيد تحتاز ذا قالت القص نازل ما خلوناش نخرج هذا حق السيد هذا من <متأكّن> السيد اللي قالها انا انت تخرج الكبيسه اقول لك الدين هذا حق السيد هذا السيد دي غير غدا غدا هذا غدا وعلاق من السيد الله الله يهديهم الله يهدينا يهديهم عشان داعي الدعوه مقسوم نصين قناه وذا شهر الحرم ما يصحش ما يقبس من الله حد عيب مسلم الله يدينا يهديهم الله يشل لنا أشل ربي يفرع لنا لن بحر متعبنا مو تعبنا تعبنا هذا كيف ما تعبنا سقطت تاسي تقاري حرق دمك ولحماك مش قاش قيل اللي معينا معاش ولا معي وظيفة ولا معي كملنا الأحياء التي مرت عليها الحرب باتت أكثر بيوتها أكواما من التراب والمخلفات لا تثير سوى الحزن في قلوب اهلها الذين اغلقوا ابوابها وحين عادوا اليها لم يجدوا لا ابوابا ولا جدران. هذه طبيعه الحرب خاصه عندما تكون في جانب منها حرب قناصه واشتباكات شوارع. ولكن ما ذنب المدنيين الذين فقدوا بيوتهم قبل ثلاث سنوات؟ هل سيظلون نازحين ومشردين بلا منازل والى الابد؟ من يتحمل مسؤوليه ما حل بهم من اضرار في الارواح والممتلكات وعلى عاتق من تقع مسؤوليه تعويضهم مشاهدينا الكرام للاجابه عن هذه التساؤلات وغيرها ينضم الينا المحامي والناشط الحقوقي هائل الهلالي من مدينه تعز مرحبا بك سيد هائل اهلا وسهلا بك سيد العزيز هل هناك احصائيه بعدد المنازل والمنشات المدمره جراء الحرب في مدينه تعز؟ هل من جهة قامت بحصر هذه الأضرار باعتقادي أن مدينة تعز تمر بمأساة منذ أربع سنوات منذ بدء الصراع في هذه المدينة بالنسبة لإحصاء المساكن والمنازل والمشاة التي تعرضت للدمار كثير من المنظمات المحلية قامت بأعمال الرص والتوثيق لكن تظل هذه البيانات التي تطلبها أعمال الرص والتوثيق لدى المنظمات غير كافية لقضية التعويض التي تتطلب بيانات خاصة تميل كثيرا لبيانات هندسية تقدر تكلفة الأضرار في هذه المنازل ربما الآلاف نقول الآلاف من المنازل في مدينة تعز دمرت بسبب الصراع الدائر منذ أربع سنوات كثير من هذه المنازل لا تزال حتى الآن في خطوط التماس ولا يزال الراصدين غير قادرين على الوصول إلى هذه المنازل وأحياء عديدة في مدينة تعز لا تزال خاوية على عروشها بسبب تمركز القناصة وبالذات في المناطق الشرقية لمدينة تعز والمناطق الشماليه انفرقت قليلا في مدينه تعز في المناطق الغربيه لكن لا تزال كثير من احياء مدينه تعز خايوه على عروشها بسبب تمركز اطراف الصراع في هذه الاحياء وبسبب القناصه العديد او قله من السكان حاولوا الوصول الى مساكنهم والتشبث في البقاء في هذه المنازل لكن حياتهم عرضه للخطر حتى الان لا توجد جهه رسمية تبنتها من قبل الدولة لأقل شيء ليست لأعمال التعويض ولكن لتوثيق الأضرار التي نجمت في المنازل بسبب الحرب هذه الأضرار في بعض من المنازل قد طُمست بسبب ان بعد المناطق التماس عنها عوده اصحابها الى هذه المنازل قاموا اصحاب هذه المنازل بترميمها واعادتها لسكن نعم. هذه المعالم اختفل. تكاد تطمس بسبب بسبب نعم. غياب جهه رسميه او تبني الدوله لجهه رسميه للعمليه الحصر آه. وتقدير التكلفه انت اشرت الى نقطه في غايه الاهميه وهي انه حتى تلك المنازل التي تم رصد اضرارها لم يتم ذلك الرصد والتوثيق بشكل فني من قبل فنيين ومختصين ومهندسين الى اي مدى سيؤثر ذلك في مساله التعويضات اذا اذا ما افترضنا ان هناك تعويضات قادمه؟ بالتاكيد سيكون له ضرر بالغ لان المنظمات الحقوقيه التي قامت باعمال الرصد لا تهتم في قضيه التكلفه الاضرار التي لحقت بالمنازل بقدر ما يهمها ان هذا المسكن محمي بموجب القانون الدولي الانساني ومن الذي اعتدى على هذا المسكن وما هو السلاح المستخدم لكن تكلفه هذا الدمار مدى تاثير هذا الدمار بالمنازل هذه لا احد حتى الان لا يوجد اي جهه ولا حتى الدوله لديها آلية أو لديها خطة لتقييم الأضرار التي تحقت بالنازل أو حتى حفظ مسألة حقوق أصحاب المنازل التي دمرتها الحرب حتى إذا ما هناك تعويض سنجد هناك عدة عوائق تقف أمام التعويضات إذا ما كان هناك تعويض لو قفزنا على مسألة العوائق من برأيك المطالب بتعويض الناس؟ بالتاكيد ان اطراف الصراع كل جريمه وكل انتهاك يلحقه تعويض مساله التعويض هذه مساله مقرره بالقوانين الوطنيه وبالقوانين الدوليه لابد ان يتم تعويض ضحايا الحروب لكن هذا التعويض بالتاكيد ان اطراف الصراع يتحملون مسؤوليه تعويض الضحايا لكن عاده ما تتم ضحايا الحروب ما تتم ما تقول اليه الصراع اما ان يؤول الى انتصار طرف على طرف وبالتالي الطرف المنتصر يملي شروطه على الطرف الذي انهزم او من او تؤول الصراع والحرب الى اتفاق سياسي وعاده اذا لم يتم الانتباه الى تعويض الضحايا. اذا لم يتم وجود حلول حقيقيه بين الاطراف المتصارعه في حال تم الاتفاق بين هذه الاطراف المتصارعه بحال سلمي وبالتالي يضيع الحقوق لكن مهما كانت يظل هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم ويمكن للضحايا الذين لحقهم دمار اللجوء الى القضاء لإنصافهم لكن بنفس الوقت لابد ان الجهات التي تصارعت في اليمن لابد ان تتحمل مسؤوليتها الأخلاقيه والقانونيه يا, يا سيد هائل عبد الملك الحوثي لن يعوض احد سيد هائل عبد الملك الحوثي وجماعته لن يعوضوا احد سواء آلت اليهم الامور آه يعني فرض وجودهم بحل سياسي او بغير حل سياسي هذه ميليشيا في النهايه لكن القانون في اعتقادي كان قد يعني تطرق لهذا الامر كمحامي قانونيا بمن يستطيع يعني المواطن او لمن يستطيع المواطن ان يلجا لتحميله مساله هذه التعويضات. بالتاكيد هي معضله حقيقيه امام طرف في الصراع آه يعتبر نفسه ميليشيا لا يلتزم بالقوانين الدوليه ولا ولا يوجد لديه استعداد منذ ان شن الحرب آه ولا ولا يوجد لديه استعداد منذ ان شن الحرب حتى لحمايه وتجنيب ضحايا المدنيين لكن آه دائما الحروب والصراعات آه تؤول الى ولا لا تزال الامور في اليمن غامضه لمن ستؤول الصراع هل سيطول الصراع الى حسم طرف على طرف ام سيؤول الطرف الى الصراع الى اتفاق سياسي بين الاطراف المتصارعه لكن بالتاكيد الدوله تتحمل مسؤوليه الاضرار الناجمه في المنازل وكذلك الاطراف الاقليميه تحملون مسؤوليه تعويض الضحايا واصحاب المنازل التي دمرت بسبب الحرب كثير من المنازل هذه دُمِّرت بأفعال تدميرية عمدية، كمسألة تفجير المنازل، صحيح. قرابة 142 منزل في مدينة تعز تم تدميرهم ب في وسائل الديناميت عمدا وتم تفخيخ هذه المنازل، هذه يجب ان يتحمل اطراف الصراع والفاعلين ومرتكبي الانتهاكات مسؤوليتهم مسؤوليتهم القانونيه تتبعهم بلا شك، لابد ان 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 يعوضوا الضحايا ولابد ان تجبرهم الدوله او يلجأون الى القضاء الدولي اذا لم اذا لم يجبرهم او اذا لم ينصفهم القضاء المحلي من حقهم اللجوء الى القضاء الدولي لاجبار نعم. الطرف مرتكب الانتهاكات بتعويض الضحايا طبعا بشريطه وجود توثيق لهذه الحقوق ماذا عن القانون اليمني هل حدد وقتا معينا يجب خلاله تعويض الضحايا لا يوجد في القانون اليمني وقت محدد لتعويض الضحايا، بلا شك ان القوانين اليمنيه وبالذات في مساله الحروب والجرائم ضد الانسانيه وجرائم الحرب، هذه لا يزال القانون اليمني قاصر لم يستوعب كل هذه الجرائم في في مواد قانونيه، ربما وردت في القانون العسكري اشاره الى الجرائم العسكريه لكن لا تزال غير كافيه. كمنظومة قانونية يلجأ إليها المواطن لإجبار مرتكبي الانتهاكات في تعويضهم لكن مع ذلك يظل الضرر ويظل التعويض كمبدأ غير قابل للتقادم ومبدأ مقر أمام القوانين المحلية وأمام القوانين الدولية أي جريمة لا بد أن يلحقها تعويض نعم هناك من يقول أن هناك يعني ثمة أحياء ومناطق أصبحت آمنة في مدينة تعز كما في المحافظة وأن عملية إعادة الإعمار يجب أن تباشر من قبل السلطة المحلية للمحافظة ما رأيك؟ في الحقيقة مدينة تعز نستطيع القول ربما أنه مسألة الإعمار وعادة الإعمار لا يزال سابق لأوانه مدينة تعز الذي يتجه حالياً اتجاه كلي لمسألة إعادة المؤسسات وإعادة وإعادة الحياة كما كانت ربما مسألة نسبية لكن يظل ذر الرماد على العيون لا تزال مدينة تعز محاطة بسياق مناطق عسكريه لا تزال الخطوط التماس محيطه في مدينه تعز، ربما وبالذات المناطق الشرقيه التي تعتبر المناطق الحيويه في مدينه تعز لا تزال خاويه على عروشها ولا زال اطراف الصراع مركزون في هذه الاحياء ولا تزال القناصه تمارس اعمال القنص، لا تزال هذه الاحياء خاويه على عروشها. آه من يعتقد ان مدينه تعز يعني اصبحت امنه من من الحرب هذا ربما يحاول القفز على الواقع الواقع يقول ان مدينه تعز محاصره بسياق من الالغام محاصره بسياق من القناصه لا تزال كثير من الاحياء تتعرض لاعمال القنص والمستمر لا تزال كثير من الاحياء بالذات الاحياء لا. الشرقيه والاحياء الشماليه لمدينه تعز لا تزال عرضه للقصف والقنص ولا تزال لا. تعتبر منطقه للألغام نعم إذا طالما أن الأحياء لا زالت خاوية على عروسيا كما تفضلت كيف يمكن تقييم تجاوب السلطة المحلية مع احتياجات النازحين من أصحاب هذه المنازل والأحياء الخاوية لم أسمع السؤال انقطع الصوت قلت طالما أن الأحياء خاوية على روسيا كما تفضلت كيف يمكن تقييم تجاوب السلطة المحلية مع احتياجات اصحاب هذه المنازل الذين اصبحوا نازحين من منازلهم واحيائهم. بالتاكيد كان يفترض على السلطه المحليه ويفترض على الدوله ان تقوم بواجب رعايه النازحين منذ البدايه، اليوم النازحين لهم اكثر من اربع سنوات مشردين، بعضهم تشردون داخل المناطق الامنه بالمدينه، بعضهم تشردون للارياف، كثير نعم. من النازحين والمعاناه الدولة والمنظمات الدولية وقفت للأسف الشديد خذلت خذل المواطن خذل الضحية في مدينة تعز خذل من جميع الأطراف من الدولة والسلطة الشرعية لم تنتبه إليهم كثير منهم تشردون في المناطق الريفية وكثير منهم تشردون في مناطق آمنة وكثير منهم خارج مدينة تعز فقدوا أعمالهم فقدوا تجارتهم فقدوا مصالحهم كثير كثير من الأسر كانت ربما متعيش في الحد المتوسطة اليوم اصبحت في الحضيض وتحت خط الفقر هذه المعاناه يعانيها سكان مدينه تعز لا احد انتبه لهذه المعاناه سواء الحكومه الشرعيه او التحالف او الامم المتحده او المنظمات المنظمات الاغاثيه تعز خذلت من الجميع تعز الى حد الان لا احد انتبه لها حتى في مساله الحوار الوطني اجلت قضيه تعز الى ما لا نهايه وشكرا في لها المفاوضات تقصد. بدليل ان في المفاوضات تتعرض بالمفاوضات في المفاوضات بالسويد حيلة إلى لجان واللجان ستتشكل لجان بدليل أنهم غير قادين على إنقاذ مدينة تعز وإنقاذ مئات الآلاف من السكان يعيشون تحت وطأة الحصار وتحت وطأة أشكال من الانتهاكات تمارس ضدهم من الأطراف المتصارعة في مدينة وبالذات ميليشيات الحوثي. نعم، برأيك لماذا هذا الخذلان؟ لماذا هذا الـ الـ التقصد والتعمد في تاجيل موضوع محافظه تعز وانهاء الصراع فيها، انهاء حصارها على الاقل اعتبارها قطاع منفصل كما قال احد المسؤولين ذات مره ما الذي فعلته تعز لتجني كل ذلك؟ اعتقد ربما هذا السؤال يرجح الاطراف المتصارعه لماذا مدينه تعز؟ ربما لان مدينه تعز كانت وستكون وستظل مقدمة لحاملة المشروع الوطني حاملة الدولة الاتحادية حاملة الدولة المدنية وسيادة النظام القانون كثير من الأطراف المتصارعة لا يروق لها هذه المشاريع الوطنية ولذلك هم أبناء وسكان مدينة تعز يدفعون ثمن وقوفهم إلى جانب قضايا وطنية خالصة لإنقاذ هذا الوطن من صراع سيدوم وسيتعاقب هذا الصراع في هذه المدينة مدينة تعزب ما المدينة المثقفة أو المدينة الحالمة أو التي يحلم أبناؤها في دولة مدنية يسود فيها النظام والقانون وسود فيها الديمقراطية وسود فيها كل معاني الدول المتقدمة لكن للأسف الشديد الأطراف المتصارعة أو الدول الإقليمية تريد أن ترضخ المواطنين في مدينة تعز أو تلقي عليهم اللوم أو أن تؤدبهم على هذه المواقف الوطنية التي برزت منذ عام 2011 نعم تحاول ترويض المدينة على ذكر عام 2011 زرت أنا مدينة تعز عقب تلك الأحداث وذهبت إلى المناطق التي كنا نتابع في الأخبار أنها تعرضت للقصف وجدتها قد تعافت بينما الأحياء في أمانة العاصمة صنعاء كانت لا زالت كما هي واصحابها ينتظرون التعويض لحفظ الحقوق في مدينه حيه كتعز تداوي جراحها وتقوم ايضا ب يعني معالجه الاضرار دون انتظار تعويضات كيف تنصح اصحاب الحقوق في حفظ حقوقهم قبل ان يقوموا بعمليه الترميمات بامكانه احنا بإمكانه احنا منذ البدايه منذ نشاه حرصنا على مساله توجيه ونشر الوعي لدى اصحاب هذه المنازل بان يقوموا بعمليه توثيق منازلهم التي تعرضت للدمار بسبب الحرب عند عده منظمات حقوقيه تقوم باعمال الرصد ايضا بامكانهم كان مساله الادله الجنائيه التي لعبت دور بسيط في توثيق المنازل وعمل تقارير الأدلة الجنائية لكن للأسف الشديد الدولة لحد الآن لم توجد آلية يلقى إليها المواطن ولم توجد جهة معينة كفيلة بالقيام بعملية حتى مسألة توثيق للمنازل التي دمرت والكلفة التي لحقت كلفة إعادة ترميم هذه المنازل بحيث إذا ما قام صاحب المنزل بإعادة ترميم نعم. يكون حقوقه محفوظة بأن هناك جهة رسمية قامت بعملية توثيق وعملية تقرير للكلفة التي ماذا عن اللجنة الوطنية للتحقيق للأسف في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان مثلها مثل غيرها من من المنظمات الحقوقيه التي تبحث عن البيانات ليست منظمة التي منظمة حقوقية هذه لجنة سيدي لجنة الحقيقي. رسمية مقرة ومدعومة حتى دوليا بلجنة لجنة فنية لدعم أعمالها أقصد ليست مجرد منظمة للأسف الشديد عملها أشبه بمنظمات الحقوقية تهتم في البيانات التي التي يعني تتطلبها انتهاك حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني مساله صاحب المنزل واسم صاحب المنزل ومساله البيانات مرتكب الانتهاك ومساله السلاح المستخدم هذه كل البيانات التي نعم. تحاول اللجنه الوطنيه واللي تحاول المنظمات الحقوقيه نفس نفس عمليه الرص والتوثيق التي تمارسها من منظمات المجتمع المدني ومنظمات وهذه عملية. خطوه مهمه ايضا سيد هاي للتحقيق هي خطوة مهمة لمسألة الحاصر لكن لمسألة مدى الأضرار التي لحقت بالمنزل وهل هي قسيمة ومدى تكلفتها في فيما لو صاحب المنزل أعاد الترميم بالتالي يصبح لا يوجد بيده مستند من جهة رسمية مخولة نعم. لتقييم الأضرار في المنزل ما و... الذي تقترحه في هذا المنزل يتعرض الصدق. هؤلاء للطمس نحن نناشد الدولة بإنشاء جهه رسميه تقوم باعمال حصر للاضرار وتقييم للاضرار التي لحقت من ناحيه هندسيه وتقييم الكلفه بحيث ما اذا صاحب المنزل اراد العوده الى المنزل واراد ترميم المنزل يكون لديه تقرير صادر من جهه رسميه تقدر الكلفه التي إذن يعني آه قام بالترميم او تطالب بجهاز آه فني لتقييم الاضرار فعلا جهاز فني يميل إلى التقرير الهندسي الذي نعم. يقدر الكلفة لعادة ترميم هذه للأسف الشديد نحن نناشد الدولة بسرعة إنشاء جهة لتقييم الأضرار للمنازل حتى إذا ما أصحاب المنازل أرادوا العودة واستخدام مساكنهم وترميمهم على حسابهم يكون هناك حفظ لحقوقهم وحفظ اذا ما تم هناك تعويض هناك لديه تقرير من جهه رسميه يقدر الكلفه الحقيقيه حتى لا تكون هذه المساله عائق امام اذا ما انشئت صندوق لتعويض الضحايا وتعويض اثار الدمار والحرب في مدينه تعز. هل تقدمتم بهذا المقترح للسلطه المحليه في محافظه تعز يعني بالبدء بتنفيذ مثل هذه الاليه من قبل مهندسين ومقاولين وذوي اختصاص في عمليات الهندسه واعاده الاعمار. وللاسف الشديد مساله أولوية السلطه المحليه غرقت في مناكفات في مدينه تعز هي السبب ربما تكون وراء عائق تاخر هذه المدينه في عمل في 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 اعاده المؤسسات واعاده الحياه لمدينه تعز غرقت في مناكفات كحال مدينه تعز التي خذلها الداخل وال والخارج. هذا ما كنت سأسألك عنه اذا بخصوص تأخر عمليات اعادة الاعمار عن الاوضاع الامنيه في الداخل ايضا الى اي مدى اسهمت في تأخير هذا الامر والالتفات لترميم ما يمكن ترميمه؟ قصه مدينه تعز قصه ربما ال 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 الذي يعيش في مدينه تعز يصاب بالحيره والدهشه مدينه تعز حتى المؤسسات الخدميه حتى المستشفيات حتى ابسط المؤسسات لا تتلقى دعم القائمين على هذه المؤسسات يقول لك نحن لا نتلقى دعم حتى النفقات التشغيليه لاهم مؤسسات المؤسسات الصحيه والمستشفيات العامه يعني يصرحون بأننا لا نتلقى دعم نفقات تشغيليه لهذه المؤسسات مدينه تعز منسيه تماما من السلطه الشرعيه وكانها خارجه عن الخارطه اليمنيه مدينه تعز فيما بينها مناكفات دخلت مناكفات سياسيه اثرت على المدينه السلطه الشرعيه منسيه لمدينه تعز لا يوجد لهذه المدينه سوى ما يصل من مرتبات كحد اقصى مرتبات الموظفين التي كحد يعني ادنى تقصد يعني استمرت باستمراريه كحد كحد ادنى كحد ادنى يقدم دعم لمدينه تعز هي مرتبات الموظفين اما باقي النفقات التشغيليه باقي الـ الـ سواء كان الجهات الامنيه او الجهات الصحيه او الجهات كلها لا تقدم الى هذه المدينه. ربما هذا من ثقه القياده السياسيه بان مدينه تعز واهلها قادرون على تسيير شؤون انفسهم وعلى ابتكار الحلول. صعب ابتكار الحلول في مدينه لا تملك سوى بسيط يعني في مدينه عندما نتحدث عن مدينه تعز الان المناطق المسيطره عليها الشرعيه ليس لدينا ربما شارع واحد الذي يدورون حوله حوله المؤسسات المحافظه وبقيه المؤسسات لكن المناطق الحيويه التي عاده ما ترفد الدوله بمردودات اقتصاديه لا تزال هذه المناطق تحت سيطره الحوثيين وهي مناطق المصانع ومناطق الحوبان هذه المردودات تذهب الى زالت خارج جماعه الحوثي للاسف الشديد خارج اطار السيطره لا تزال خارج سيطرة. هائل سيطرة. الهلالي اذا ما خارج إطار اذا ما اردت توجيه رسائل الى كل من السلطه الشرعيه والسلطه المحليه وكذلك للمواطنين في مدينه تعز فما الذي ستقوله؟ أنا أنادي السلطة المحلية أقل إمكان من السلطة المحلية ومن الحكومة في حكومة الشرعية أن تتبنى جهة تحفظ حقوق المواطنين تقوم بعملية رأس أو ممكن تتلقى أعمال الرأس من المنظمات التي قامت بأعمال الرأس وتعيد تقييم الأضرار التي لحقت بالمنشآت والمساكن حتى يأمن المواطن أنه إذا ما قام بإعادة ترميم منازلهم سيكون هناك حقوقهم محفوظة ولديهم تقارير من جهة رسمية تحفظ لهم التكلفة الحقيقية لإعادة ترميم منازلهم حتى إذا ربما لنكافح الفساد سابقا حتى إذا ما وجدت هناك جهة تقوم بعمل بعملية, بعملية الأضرار. إعادة الإعمار وتعويض المواطنين ألا يتعرضوا أي ألا يتعرضون لعملية الابتزاز تدخل الوساطات تدخل عملية الناب مواطن نعم. لم يتعرض منزله لشيء ياخذ مبالغ باهظة ومواطن منزله تدمر لا ياخذ مقابله لذلك من الآن نحن ندعو السلطة المحلية لإنشاء جهة رسمية تقوم بإعادة تقييم الكلفة الحقيقية نعم. للدمار الذي لحق بالمنازل في مدينة تعز المحامي والناشط الحقوقي هائل الهلالي كنت معي من مدينه تعز شكرا جزيلا لك. الى هنا مشاهدينا الكرام انتهى وقت هذه الحلقه نذكركم بان وسائل اتصالنا مفتوحه من خلال الايميل الظاهر اسفل الشاشه او عبر صفحتنا على الفيسبوك كما يمكنكم مشاهده الحلقات السابقه من البرنامج على قناه بلقيس على اليوتيوب. المواطنه النازحه فطوم الصوفي تم الرصد في امان الله.